دير العرس ودير الاختلاط ودير الكلنجة ودير المنكرات وكيقول لك اجي عندي كتقول لي لا ودير ماشي يقول لك اه قعد في اللحية كتقولوا اذا دعاك فاجبه اذا دعاك الى طاعة اذا دعاك الى مباح اما اذا دعاك الى اثم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو كانوا اباءنا او ابناءنا او اخواننا او ازواجنا او عشيرتنا يكون كيف ما بغى يكون نوعه. انا ما نقولش لك تقول لي لعبت ولا وانت دير داكشي فيه المنكرات انا ما كنقولش لك خسر معاه الادب. هو انت غادي يدير العرس غادي العرس نهار السبت سير عنده سيدي انت نهار الجمعه ودي الهديه وقول له ودي راه شفت لك الهديه بسم الله مرحبا الله يتقبل بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير الله يكمل بخير راه ما عندي معاك حتى شي مشكل راه ماشي ما بغيتش نجي حيت ما بغيتش نكبر بيك ولا حيت انت ماشي في مقام ولا لا حاجه راك انت خويا وحبيبي وعزيز عليا وكل شيء ولكن هذيك المساله اللي انت غادي ديرها في العرس ديالك انت تعلم يقينا انها مخالفه لشريعه الرحمن. كتقول لي باللي راه ما عندك كيديروا الناس وكذا انا ما نقدرش نحضر فكتبين لي بلي راه ما عندكش معاه مشكل هو راه ماشي تكبرتي عليه ولا ما بغيتيش تحضر ليه ولا لا 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 المحبه ثابته وانت خويا لكن هذيك المعصيه انا ما نقدرش نحضر معك فيها. طبعا ما كندويش مع اصحاب الانفصام في الشخصيه. شكون هما اصحاب الانفصام في الشخصيه؟ علاقتي مثلا علاقتي بمروان علاقتها كانت تكون سطحيه مثلا فعرض عليا مروان قال لي اجي عند النعاس. مروان مثلا انا كندير به مثال حيت باقي ما تزوج يعني ندير به نمسح فيه يدي كيف ما بغيت ناري تزوج كنولي خايف ولي داكشي في الفيسبوك. المهم مروان يقول لي مثلا كذا يقول لي يا ودي لا راه العرس راه ما لقيت ليه جهد وراه وركوا عليا الدار وبغاو يديروا داكشي ديال الاختلاط كنقول لي يا ودي اسمح لي ما غنمشيش. كدوز واحد جوج الاسابيع ولا اربعه تزيد او تنقص كيعطي عليا ياسين بوعوده. ياسين كتربطني به مثلا علاقه حميميه صديق العمر وكذا ولا خويا ولا ولد خالتي اللي جاي من الخارج الى اخره. فاذا به كيقول لي راه غادي تحضر عندي العرس ولكن هو تاه هو دير نفس القضيه في العرس ديالو كامل جا واختلاط نشاط الى اخره. ملي كيعيط لي ياسين كنمشي عنده. هذا هو الانفصام في الشخصيه اللي كنهضر عليه وهذا مما لا يقبل. الاول لا يقبل وهذا ايضا لا يقبل. علاش؟ حيت مروان علاقة سطحية يعني واخا كاع يعني تفقع عليا كي كنقولوا حنا العروبية واخا كاع يتقلق ويغضب إلى آخره ماشي مشكل ولكن هذا وحبيب وقريب ومنصيبو منه مقالة ويتفقع كي غندير ما نجعدش نردها لي في وجهه. لا شريف هذا سميتو انفصام في الشخصية. عرفتي هذا شنو هو؟ هذا سميتو عبادة الهوى لأن الدعوة ديال ياسين جاءت موافقة لهواي لأنه قريب. أما دعوة مروان فلم تأتي موافقة لهواي فقلت أنا أعبد الله في هذه الحالة فلن آتي لمعصية. أنت لا تعبد الله لا في الحالة الأولى ولا في الحالة الثانية في الحالتين أنت تعبد هواك. هذا هو انفصام في الشخصية وهذا هو اللي ولينا كنعيشه في مجتمعاتنا. ما نسلمش على العيالات الأجنبيات ولكن بنات خالتي ماشي مشكل. علاش؟ وراحت ملي كنت كنقرا كنت كنقرا عندهم في الدار وملي كانوا كيصرفوا عليا ما عندها حتى علاقه. واش حيت كان كيصرف عليك خصك تعصى الله؟ راه نفس الهضره اللي قالها فرعون. اش قال لموسى؟ الم نربك زين الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. جاي تقول لنا دابا الكفر وكذا ياك حنا اللي وكلناك وشربناك وربيناك ودرنا لك ودرنا لك هذاك الشيء درتيه حاجه. اما رساله الله عز وجل تمشي رساله الله عز وجل خدها تنفذ وانت يطرى اللي غادي يطرى. عودك النار يلا كنتي والبارح حتى يلا كنتي كتحضر العراسات وما كاين لا الحياه لا والو دابا قلبتي وجهك. قالها لي فرعون شخص يقرا القران الكريم. قال الم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. قال قتلتي هذاك خينا تما وميكل عليك وسكتنا وكذا الى اخره. يلا هذاك النهار حتى انا كنت سميتو وكنت كنشطح وكنت كنردح وننقز وكنت كنشرب الخمر ونشرب المخدرات لكن بفضل الله عز وجل جاءنا اليقين من ربنا على ان هذا الامر منكر فتركناه. وجاءنا اليقين من ربنا على ان هذا امر الله عز وجل فاتبعناه. خلاص لا الصحابه كلهم كانوا مسلمين من قبل اغلبهم الاغلبيه الساحقه من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الكفر قبل ان يهديهم الله عز وجل للاسلام. نقول لهم ها انتم يا الله كنتوا البركه تعبدوا الاصنام والتسير من ديك العاده. لا لا ما نقولوش لهم هذا الهضره. والناس غيقولوا لك هذا الشيء اللي غتشد طريق الاستقامه وغتمغادر غيقولوا لك الناس هذا الشيء. ويقول لك يا الله كنتي كدير كذا نقول لهم كنت كندير سيدنا موسى ما ننكرها قال فعلتها اذا وانا من الضالين ما كانش عارف.
ففررت منكم لما خفتكم. قال لي انا تخلعنا وكل شيء وهربنا الى اخره، ولكن دابا جاء امر الله عز وجل خصو يدوس. قال له تقول لي انت كتوكل فيا وتصرف، وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، انت عطيتني جوج القيمات وهذوك اللي جالس كطحن فيهم من شحال هذه ما بانوش لك هذوك زعما، انت بنت لك غير انا اللي بديت كنساقم ونتقاد ونشد الخط الى اخره، وهذوك اللي عندك في النار نهار ما طير في السطح ديالك تانيين، لا هذوك ما كيبانوش لي هذوك ولادو. اذا منهج الحياه القران.